بالفيديو ندى حسي كارديشان المغرب ترقص في شوارع دبي. بعد أسابيع قليلة من خضوعها لعملية تجميل، قامت المؤثرة ندى حسي المعروفة بلقب كارديشان المغرب بنشر فيديو لها من دبي. وظهرت ندى حسي ابنة مدينة الخميسات المثيرة للجدل وهي ترتدي عباءة سوداء وتتراقص أمام برج كبير في إمارة دبي. ودائما ما تثير ندى حسي الجدل بخرجاتها وإطلالاتها الغريبة التي تخلف صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.